بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نبي الأمة وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وخفت المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا رب العالمين. اللهم افتح قلوب فتوح العارفين ونور قلوبنا بهداية اليقين. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم يسر لنا ولا تؤشر علينا، ربنا تمن بالخير. اللهم اصرف عنا السوء أيما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.